وفي إطار إصراري أنه في حمل تقيل على المحافظين، وأنا عارف تاني بؤكد الحمل تقيل، بس إحنا المحافظين بتوعنا قدها وقدود بصراحة. لازم 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 نطمن على استقرار الأسعار وعدم المغالاة وعدم التوحش، عشان للأسف لسه في متوحشين. معانا على التليفون سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، منورنا يا فندم. اهلا استاذ يوسف، حضرتك اللي منور الشاشه كلها. لا يا فندم، منوره بحضرتك طول ما حضرتك موجود معانا. سياده اللواء، يمكن حضرتك طبعا انا بقول انه في حمل تقيل القي على كاهلكم بس قدها وقدود. مساله متابعه الاسواق والاسعار والتاكد من انه ما فيش حد بيغالي على الاطلاق، طمنا يا فندم. انا عايز اطمن طبعا حضرتك، لان الدوله كلها مركزه من اول القياده السياسيه والسيد رئيس الحكومه، كافه الوزارات المعنيه بالموضوع. يعني احنا بقالنا فتره طويله جدا يمكن بنستعد لشهر رمضان، واحنا طبعا يمكن موضوع الغلاء طبعا هي موجة عالميه يعني، بس احنا بنتكلم عن جشع التجار فقط دلوقتي. ايوه، وده اللي مخلينا فعلا بننزل بنفسنا ثلاث تمويل. الصوت بيقطع يا فندم. انا سامع حضرتك كوره. الصوت بيقطع جامد. طب يا فندم انا هستأذن ان احنا هنعاود الاتصال مرة تانية، واستأذن برضو سيادة المحافظ في انه لو مكان يبقى فيه شبكة يبقى شيء رائع وعظيم. يمكن انا اللي بقعد افكر فيه الاجراءات اللي هياخدها المحافظين علشان يطمنوا على استقرار الاسعار وعدم المغالاة والجشع. ايه هي الاجراءات؟ يعني في محافظات كبيرة مترامية الأطراف، في محافظات ممتلئة بالقرى والنجوع والعزب والكفور وما إلى ذلك. يعني هل المحافظ بنفسه هينزل يلف في كل ده، ولا إنه هيبقى فيه لجان بتشكل جوه كل مركز، ويبقى لجان تذهب إلى قرى ولجان؟ يعني ده اللي أنا قاعد عمال بفكر في الآلية اللي هياخدها المحافظين. علشان معانا سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مرة تانية. معلش يا فندم الشبكة كانت بتقطع جامد. لا أنا مع حضرتك وأنا سامعك كويس جدا. طب حلو خالص. تمام. أنا بس يمكن يعني برضو بأكد إن في توجيهات يومية ومتابعات بشكل مستمر. ده خلانا يمكن إحنا بنكثف الحملات التموينية داخل كل المراكز والمدن. وده يمكن خلاني انزل كمان انا بنفسي بقى ايه اكتر من مره وبسال على الـ على الـ على الاسعار وبشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا موضوع جشع التجار ده واضح للجميع، ويمكن حضرتك كمان يمكن اشرت اليه بشكل واضح. يعني انا شفت ده فعلا بنفسي، وتلاقي الصنف موجود في محل والمحل اللي بعد اللي بعده ونفس الصنف بسعر تاني. فطبعا ده وبعدين في بعض المحلات ما بتحطش الاسعار كمان على السلع، فبالتالي بياخد ويدي وعنده حريه ان هو يزود في اي وقت في اي لحظه. فده يمكن كمان ركزت معاهم كويس قوي، وفي اكثر من 67 محضر اتعمل في خلال الثلاث ايام الاخر دول، واحنا بقالنا فتره، لكن حاليا احنا استعدينا كويس جدا لاستقبال ان شاء الله شهر رمضان باذن الله. في عندي اكثر من بالظبط 240 منفذ بيع، بس في اهم بقى الـ 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 يعني الاماكن اللي فيها البيع بالشكل اللي يطمن الجمهور. زي ما حضرتك برضو اشرت، في عندي خمس معارض كبرى في الخمس مراكز الرئيسيه اللي موجودين، بالاضافه ان في 14 منفذ بيع للقوات المسلحه و10 للداخليه ممثله في منافذ امان. عظيم جدا. بالاضافه بقى للشركه المصريه اللي تابعه لوزاره التموين، يمكن عاملين شغل كويس قوي يعني بشكل يعني يطمن. 17 فرع موجود، وده فرع جمله
بالإضافة ل 32 من الأفرع التجزئة، ودخلتها يمكن دخلت أغلبها، والأسعار في المتناول إن شاء الله للمواطن. طب سيادة المحافظ، يمكن أنا بقعد أفكر وهفكر مع حضرتك بصوت عالي، الإجراءات أو الآلية اللي هنعملها علشان، ما هو في النهاية برضو يعني سيادة المحافظ اللي هو أشرف عطية هيلف على كل المراكز وكل القرى، استحالة. فهل هيبقى في آلية لتوزيع هذه المهمة مثلا على نواب حضرتك على آخرين، بحيث أنه نضمن أنه في المراكز المختلفة ونضمن أنه في توابع هذه المراكز وتوابع القرى وما إلى ذلك هناك استقرار حقيقي للأسعار وإنه لا توجد مغالاة، إيه الآلية اللي هتتبع في ده يا فندم؟ هو احنا فعلا عملنا الآلية اللي هننفذ بيها. حلو. موجود فعلا 2 نواب، وفي عندي سكرتير عام وسكرتير عام مساعد. جميل. عندي كل المراكز برؤساء المراكز والمدن ومديرية التموين، وعايز أقول لحضرتك إن احنا مشكلين اللجان ومطلعين بيهم قرارات محافظ، وكل واحد عارف هيتواجد فين. ويمكن اللجان بدأت فعلا في النزول على أرض الواقع. رائع. لأن احنا مش هنستنى لغاية لما نشوف إن المشكلة كبرت والتجار اتفقوا علينا كمان. أيوه. فبالتالي كمان يمكن عايز أطمن حضرتك إن المواطن أكثر واحد بيساعدنا، بمعنى إن هو كمان اللي بيبلغ، لأن إحنا عندنا في تواصل كامل، وفي نفس الوقت المواطن عارف بياخد حقه إزاي. حلو. يعني يمكن في أسوان عندنا الوعي كبير، يمكن بيعرفوا يتواصلوا من أول المحافظ لحد يعني نخش على غرف العمليات، غرف إدارة أزمات، بياخدوا أرقام الواتساب بتاعتنا كلنا. حلو. يتعاملوا معانا وعارفين احنا بعدها بيحصل ايه. فعشان كده يمكن انا بطمن حضرتك ان المواطن بيساعد معانا، وفي نفس الوقت الوعي اللي موجود. ويمكن برضو في عندنا الحمد لله، يمكن احنا برضو قريبين شويه من الحدود السودانيه، يمكن ده بيخلينا نتعامل فيما يخص اللحوم، يعني المجازر اللي عندنا. ايوه. اللحوم، فاللحوم بتنزل عندنا باسعار يعني تعتبر بسيطه بالنسبه اللي باقي المحافظات، والله اعلم ما اعرفش المحافظات الاخرى، ولكن انا بالنسبه لي احنا مسيطرين على موضوع اللحوم. وعايز اطمن برضه حضرتك ان بالنسبه للخضروات والفاكهه ما حصلش فيها اي زيادات خالص، الحمد لله. دي يمكن حاجات من النقط القويه اللي موجوده. اما باقي الاصناف فاحنا يمكن برضه شايفين ان فيها نوع من السيطره عليها، ما فيش مغالاه. وانا يمكن برضه عايز اقول حاجه مهمه جدا، المحل اللي انا لقيته فعلا بيتعمد انه ما يحطش اسعار، انا عملت له بس غلط لمده اسبوع، وده بدايه. يعني انا يمكن اكثر من يعني 4 محلات بس خلال الثلاث ايام الاخر دول لما مريت لقيت مش حاطط الاسعار، وعن تعمد. يعني مش مثلا في احد الاصناف مش موجوده عليها سعر. انا عندي رجاء يا فندم، عندي دول مش بتوع اسبوع يا فندم، ده يتخبط له اسبوعين ثلاثه يعرف ان الله حق. ما هو حضرتك برضو يعني احنا لازم يعني هنشوف ده لما بيتكرر الخطا تاني، لان احنا بنعمل المبدا الخاص بالثواب والعقاب. لكن انا مش عايز الحته بتاعت ان احنا لما هدي له اسبوعين، ما هو عنده عمال وعنده ناس بيشتغلوا كده. انا بس الفكره بالنسبه لي الاسبوع ده لما بيتشمع المحل قدام الدنيا كلها، وهو له برضه الزبون بتاعه، لما بيجي يلاقي المحل بتاعه متشمع وممنوع يتفتح لمده اسبوع ويكتب عليه كده، اكيد بيبقى عبره للاخرين. وفي نفس الوقت لما بيتكرر تاني ما بياخدش بقى موضوع غلط الاسبوع ده، احنا بنتكلم على انه بياخد الشهر كامل بعدها. أحسن. ثم الاجراء الاخير بقى ده ما احنا ما فيش له اصلا نشاط تاني، نسحب رخصته على طول. بالظبط كده. أحسن. لكن هو اسبوع في البدايه. احسن، يستاهل. سياده اللواء انا بشكرك جدا، قدها وقدودها يا فندم، كل الشكر لحضرتك سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان.